هبدأ من الدعامة، يعني مش هتكلم بالتفصيل عن أي حاجة تانية، لكن هنبدأ زي ما نقوله من محطة الدعامة. ما هي الدعامة؟ الدعامة زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمة، إن هي نقدر نقول إن هي أحدث وسيلة علاج للضعف الجنسي، أو هي وسيلة العلاج اللي خلت فعلا كل الدكاترة يقولوا إن خلاص ما فيش حاجة اسمها ضعف جنسي أو عجز جنسي غير قابل للعلاج. وهي طريقة إحنا بنلجأ لها بعد استنفاذ كل طرق العلاج اللي بنسميها كونسرفتيف أو العلاج التحفظي. يقولون دايما إن هذه العملية، وأنا أطلقت عليها إنها عملية القياسات ميجرمنت، أنتم أهم حاجة عندكم الاستعدادات، وما شاء الله إحنا عملنا تقريبا يعني جبنا جزء كبير من المعدات. فأنا عايزك تشرح لنا قيمة هذه المعدات، قيمة الميجرمنت، القياسات اللي بتتعمل، عشان نبقى فاهمين تفاصيل القرار بتاع أنهي دعامة بأنهي مقاس مناسبة لهذا المريض. لأنه في الفرق بين جراح محترف لهذه العملية وبين جراح يعني لسه بياخدوا خطوات الأولانية، هي القياسات. القياسات مهمة من ضمن الفروقات، طبعا من ضمن الفروقات كتيرة، بس القياسات إن في ناس ممكن تحط أندر استيميشن أو أوفر استيميشن للقياس، فده يعمل مشكلة كبيرة. طبعا هو كلام حضرتك سليم تماما، وفعلا العملية دي أهم حاجة فيها القياسات، وملي واحد في الطول أو في القطر بينعكس على درجة رضاء المريض. وأنا بشوف بعيني مرضى كتير مركبين الدعامة ومش مبسوط ومش سعيد وبيشتم في العملية أو غير راضي عن العملية، مش عشان العملية وحشة ولا سعيد، بالعكس العملية جميلة وكل حاجة، لكن هو مشكلة أن الدعامة متركبة له مقاس غير مناسب لي، سواء أكبر من اللازم أو أصغر من اللازم. فأي خلل في مقاس الدعامة هيسبب مشكلة، وده ممكن نسترسل فيه الأول. بس عايز أوضح الفرق ما بين نوعين الدعامة، زي ما اتفقنا عندنا الدعامة الهيدروليكية والدعامة المرنة. الاثنين فيهم مقاسات، بس حاجة تندهش إن الدعامة المرنة المقاسات في القطر وليس في الطول، الدعامة الهيدروليكية المقاسات في الطول وليس في القطر. طيب ده راجع لإيه؟ إن الدعامة الهيدروليكية دي أنا بقدر أوصل بيها للقطر اللي أنا عايزه، فهي نفس الدعامة اللي أنا بركبها هتفيدني في كل أنواع الأقطار، فهي الدعامة بتتركب وهي فاضية تماما كده، بنفضيها احنا تماما هي عشان تتعسر عشان تفضي. وده اللي بيعمله المريض، ان هو بيضغط عليها كده بتبدا تفقد صلابتها. فالدعامه بتتركب في القطر زي ما حضرتك شايفه تمام، وبيبتدي المريض، هي دلوقتي فاضيه، هي فاضيه خالص ما لهاش قطر تقريبا تمام، وبيبتدي المريض اللي شغالها بيبتدي القطر يزيد فتديني القطر اللي انا عايزه. لكن الدعامه المرنه لا، هي ليها قطر ثابت، فلازم من الاول تركب بقطر المريض المناسب، لا أكتر ولا أقل، وده اللي بيخلي فيه تدرج في القطر في الدعامة المرنة. طب ليه ما فيش تدرج في الطول؟ لأن الدعامة المرنة بتيجي بطول كبير جدا، أنا بقدر أقصرها زي ما أنا عايز. فالدعامة المرنة التدريج في القطر، الدعامة الهيدروليكية في الطول لأن القطر واحد، فقطر الدعامة الهيدروليكية واحد. طيب إزاي أنا بقدر أحدد المقاس؟ المقاس حاجتين، قطر وطول. والمقاس هنا اللي بنقيسه مش مقاس العضو، هو مقاس الجسم الكافي، وده يختلف عن حجم العضو بعض الشيء، بمعنى ان ساعات بيكون شكل العضو ضخم لكن جوه مقاسات الجسم الكافي مش كبيره قوي، والعكس ممكن عضو صغير يعني يبان صغير لكن الجسم الكافي ليه قياسات كبيره. فانا يهمني قياسات او قياسات الجسم الكافي نفسه، وده بيتم بعد ما بنفتح، وبنفتح الجسم الكافي بنبتدي الاول نقيس حسب انا بركب ايه. لو هركب الدعامه الهيدروليكيه هنا مفيش مجال ان انا اقيس القطر، انا بقيس الطول فقط، وده بيخليني ان انا ما بوسعش. ففي تركيب الدعامه الهيدروليكيه انا ما بوسعش داخل الجسم الكافي، انا بدخل موسع رفيع زي ده كده، وبقدر من خلال التوسيع البسيط ده ان انا اركب الدعامه بالقطر ده تمام. وبعد كده هي بتاخد القطر وشكل العضو، وزي ما اتفقنا كل ما هيعدي الوقت كل ما الدعامه دي قطرها هيزيد، فالمريض هيشعر بالرضاء اكتر وبحجم العضو اكبر مع مرور الوقت. ودي من اهم مميزات الدعامه الهيدروليكيه، ان هي مع الوقت بتزود قطر العضو، دي حقيقه علميه لا جدال فيها. فأنا أثناء تركيب الدعامة الهيدروليكية مش محتاج أوسع داخل الجسم الكافي، أنا بوسع توسيع رفيع خالص بموسع رفيع زي ده، وبقدر أركب الدعامة عن طريق الآلة دي اللي احنا بنسميها الفيرلو، وهشرح لحضرتك طريقتها. فالدعامة الهيدروليكية هيهمني فيها الطول، والطول بنقيسه عن طريق هذا الميجرمنت أو القياس. احنا بنبقى فاتحين في نص الجسم الكافي، فاحنا بننزل القياس ونقيس المسافة دي قد إيه، وبعدين بنقيس الجزء اللي فوق ونجمعهم. فأنا مثلا قست الجزء اللي تحت ده 12 سنتي وفوق
10 سنتي، فإذا طول الدعامة المطلوب لهذا المريض هو 22 سنتي. فبختار من الدعامة الهيدروليكية بطريقة معينة بحزمة معينة اللي يناسب المريض. يبقى في الدعامة الهيدروليكية أنا بقيس طول فقط وما بقيس قطر. ليه؟ لأن الدعامة بتاخد القطر اللي عايزه. في الدعامة المرنة لا، أنا بقيس قطر وطول. طيب الطول وعرفنا بيتقاس ازاي؟ بنفس الطريقة، هقيس الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق واجمعهم على بعض كده وصلت لطول الدعامة اللي أنا عايزه. هيتفضل القطر، ودي نقطة مهمة جدا، وده اللي خلى في تدرج في الموسعات كده. فاحنا بنبتدي ندخل الموسعات بالتدريج من أول مقاس 7 ملي 8 ملي 9 ملي بالتدريج زي ما حضرتك شايف. الموسعات للجسم الكافي. الجسم الكافي هي مدرجة حسب أنا قطرة. بس شوية كده عشان نشوف تدرج الموسعات، هي الفرق بين كل موسع والتاني قد إيه؟ ملي واحد؟ ملي واحد. فده مثلا موسع 8، ده 9، ده 10. كل ما بحط موسع، طيب انا هعرف امتى المريض ده محتاج المقاس ايه؟ طول ما انا بدخل الموسع فانه نازل بسهوله يبقى المريض ده لسه محتاج درجه اعلى من التوسيع. لغايه ما الاقي ان الموسع داخل بصعوبه شديده وان الدرجه اللي بعديه مش راضيه تدخل، يبقى هو ده المقاس المناسب. فانا بوسع وصلت المقاس 10 دخل بسهوله، يبقى ده مش المقاس المناسب للمريض. دخلت مقاس 11 دخل بسهوله، مش ده المقاس المناسب للمريض. دخلت مقاس 12 دخل بسهوله. طيب لقيت مقاس 12 داخل بصعوبه وجيت ادخل مقاس 13 اللي هو ده وما رضاش يدخل، يبقى هو 12، يبقى مقاسه 12. طب مقاس 13 دخل، يبقى مقاسه 13. تمام. وده بيخليني اسمح لي ارد على الزملاء اللي بيقولوا ان احنا ممكن نحافظ على النسيج الكهفي اثناء تركيب الدعامه المرنه. فانا بساله سؤال من خلال برنامج، يا صديقي العزيز، طب انت بتحدد مقاس الدعامه ازاي؟ هيقول لك نفس الطريقه اللي حكيتها. طيب معنى ان الموسع داخل وبيحك في جدار الجسم الكافي او داخل بصعوبه، هو انت كده قضيت على النسيج بالكامل، مفيش مكان او فراغ للحفاظ على النسيج. ولو في مكان وفراغ انت سايبه عشان تحافظ على النسيج، يبقى انت ظلمت العين بتاعك، يبقى العين ده محتاج مقاس اكبر. يبقى فكره ان انا احافظ على النسيج اثناء تركيب الدعامه المرنه دي تتنافى مع الفكره اللي احنا بنحدد بيها المقاس. هو المقاس كله بيعتمد ان انا بدخل موسع داخل بالعافيه، معنى انه داخل بالعافيه ان ما عادش في نسيج خلاص، ان الموسع ده داخل بيحك حرفيا في جدار الجسم الكافي، ما فاضل مش فاضل انسجه. فازلونج ان الموسع داخل بسهوله، يبقى انا اقدر اركب للمريض مقاس اكبر. ودي نقطه مهمه جدا في الدعامه المرنه، كل الكتب بتتكلم عنها، ان انا كل ما اقدر اركب قطر اكبر في الدعامه المرنه كل ما المريض هيعيش سعيد. خد بال حضرتك من الجمله دي، هيعيش سعيد. بمعنى كل المرضى بعد اول شهرين ثلاثه من العمليه حتى لو متركب له مقاس مش مناسب هيكون سعيد. ليه؟ لان لسه في بقايا نسيج. انا المريض محتاج الدور القطر ده من الدعامه، لكن انا لسبب او لاخر ركبت له هذا القطر، انا هنا ظلمته. الراجل ده محتاج مقاس 13 ملي، انا ركبت له 10 ملي. بعد العمليه مباشره المريض ما عندوش مشكله، لكن بعد شويه زي ما اتفقنا الدعامه المرنه دي بتضغط على النسيج ده، بتخليه يتاكل. فيجي المريض بعد 6 شهور او سنه يقول لك انا العضو بيلف وحاسس ان الدعامه جوه بتلق، لان بقى في فراغ حوالين الدعامه، فانت بقيت حاطط حاجه رفيعه جوه حاجه قطرها كبير، فالمريض جاي مش مبسوط ومش سعيد. لو المريض ده مركب دعامه هيدروليكيه ما كانش حاسس بالمشكله دي، لان كان كل اللي هيعمله هيدوس على المضخه، الجسم الكافي هيتملى والقصه انتهت. لكن في الدعامه المرنه انا مضطر افتح العمليه، اعيد العمليه واشيل له الدعامه الرفيعه دي واركب له الدعامه الكبيره. وحضرتك تندهش ان عندنا على قناه اليوتيوب بتاعتنا انا حاطط عشرات العمليات اللي بالشكل ده، اللي انا بشيل دعامه رفيعه مركبها للمريض وبركب له دعامه اكبر. ودايما السؤال اللي بساله وانا بعمل العمليه دي، ليه يا جماعه؟ ليه بتعملوا كده؟ ما انت في ايدك تركب للمريض مقاسه من الاول، ليه بتركب له مقاس صغير والمريض يجي بعد سنه او سنتين مش راضي ويضطر يعيد العمليه تاني؟ وفي مرضى عيني عايشين وخلاص، ما هو في مرضى كتير هو فاكر ان لم يكن في الامكان ابدع من مكانه. ولما بيرجع للدكتور يقول له يا دكتور العضو بيتنى وبيلف وما فيهوش ثبات، يقول له هي العمليه كده واشكر ربنا على كده. لكن هو ده مش الحقيقي. انا مركب دعامه عشان العضو يبقى صلب وثابت. فلو الدعامه ارفع من الجسم الكافي، المريض بعد 6 شهور بعد سنه هيجي غير راضي تماما، ومفيش حل قدامنا غير ان احنا نستبدلها له بدعامه اكبر. وده يخلينا نرجع للنقطه اللي حضرتك قلتها في الاول، ان اهم حاجه القياسات. فانا لو قادر اركب للمريض مقاس 13 ومركبتلوش وركبت له مقاس 12، انا ظلمته. والدعامه المرنه كل ما بركبها باقصى قطر متاح كل ما المريض هيعيش مبسوط. فانا بيجي لي مريض انا مركب له دعامه من 15 سنه بدون مبالغه، جاي مبسوط وسعيد زي ما يكون مركبها امبارح. لكن لو المريض ده متركب له مقاس رفيع هيجي غير راضي، هيشتكي بالاتي، يقول لك العضو بيلف مش ثابت، باجي اعمل له علاج بيتنى مني وحاسس انه كش وانكمش وحاسس ان الدعامه جوه بتلو، وفي بعض الانواع الدعامات بتتكسر
لان هي غير ثابته، هي متركبه بمقاس مش مظبوط. هنا العيب مش في الدعامه، العيب في انها تركبت بطريقه خاطئه. يبقى انا بحدد القطر ازاي؟ عن طريق الموسعات دي. ازاي؟ لما اتاكد ان الموسع داخل بصعوبه والموسع اللي بعديه مش داخل، يبقى ده اقصى قطر للمريض. ده بالنسبه للدعامه المرنه. وزي ما اتفقنا الدعامه المرنه دي متدرجه في المقاسات، فدي مقاس 13 اللي يعتبر اقصى قطر، لكن في مقاسات تانية اصغر. وده يخليني هنا يا دكتور اتطرق لنقطه بعد اذن حضرتك. احنا قلنا في الاول لما حضرتك سالتني ايهما افضل، الدعامه المرنه او الهيدروليكيه، فانا قلت لك وما زلت مصر على رايي ان الدعامه الهيدروليكيه الافضل بما لا يقاس. لكن ده هيخليني برضو للامانه اقول لحضرتك ان في شريحه من المرضى لا يصلح له الا الدعامه المرنه، ولو ركبت الدعامه الهيدروليكيه هكون ظلمته. ودول للامانه يمثلوا 1 او 2% من المرضى. وفي شريحه من المرضى ما ينفعلوش الا الدعامه الهيدروليكيه، ما ينفعلوش غير الدعامه الهيدروليكيه، ولو ركبت له دعامه مرنه انا بظلمه قطعا، ودول بيمثلوا 30% من المرضى. بتفضل الشريحه في النص اللي هم مثلا 60 او 70% من المرضى ينفع له النوعين للامانه. لو ركب دعامه هيدروليكيه خير وبركه، لكن لو ركب مرنه مش هيتضر. وانا كطبيب لازم يكون عندي الامانه والحياديه ان انا اقول له الكلام ده بوضوح، بغض النظر انا بركب نوعين الدعامه او لا. طيب اسمح لي اقول لحضرتك مين المريض الشريحه القليله قوي اللي ما ينفعش تركب له دعامه هيدروليك، ودول اللي هنلاقيهم في اوروبا وفي امريكا اللي بيتركب له دعامه مرنه، هم الشريحه الصغيره دي. المرنه هنمسك المرنه بس عشان ايه الناس ما تروحش تتوه منين. فالشريحه الصغيره اللي ما ينفعلوش دعامه هيدروليكيه ولازم يتركب له دعامه مرنه هم المرضى الاتيين. راجل عنده اعاقه في ايده، واحد عنده شلل في ايده او حاجه مش هيعرف يستخدم المضخه، واحد عنده شلل رعاش، واحد سنه كبير جدا جدا مش هيقدر، ما عندوش القوه العضليه انه يدوس على المضخه، بالذات ان هي اول اسبوع او اسبوعين بعد العمليه بتبقى ناشفه شويه قبل ما واحد عنده اعاقه ذهنيه مش عارف افهمه ازاي يستخدم المضخه والزرار، شخص عنده العضو صغير جدا جدا اقل من 10 ملي في القطر، ده راجع ليه؟ ان انت هتقولي طب ما انت قلت لسه ان الدعامه الهيدروليكيه مش محتاجه توسيع وان هي بتتركب في اي مقاس. ده حقيقي بس في القطر الامامي من العضو، الجزء الامامي من العضو انا بركب الدعامه كده ومش محتاج توسيع، لكن ما ننساش ان في شق داخلي من العضو ليه قطر. فدي القطر ده 12 ملي، فلو المريض قطر العضو بتاعه اقل من 12 ملي هيبقى فيه صعوبه ان انا اركب نوع ده من الدعامات، لكن الشركات تداركت ده وعملت نوع تاني اسمه نارو بيز بيكون القطر ده 10 ملي. فلو مريض عنده قطر العضو 10 ملي ده رفيع جدا هقدر اركب له الدعامه الهيدروليك، لكن لو اصغر من 10 ملي مستحيل اعرف اركب له اي نوع من انواع الدعامه الهيدروليك. فالمريض اللي عنده حجم عضو صغير جدا 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 انسب حاجه ليه دعامه المرنه مقاس 9. خد بال سعادتك كل اللي انا بحكيهم دول هيمثلوا 1 او 2% من المرضى، تفاصيل قليله يعني جدا. تفاصيل كلينيكيه دقيقه للغايه. المريض الاخير مريض عنده تليف شديد في العضو الذكري نتيجه مرض بيروني او نتيجه انه كان مركب دعامه قبل كده وشالها نتيجه عدوى، فالعضو تليف بالكامل، فانا مش عارف اوسع كفايه عشان اركب النوع ده من الدعامات، فبركب له دعامه مرنه رفيعه لمده 6 شهور سنه لغايه ما الدعامه دي تبتدي تضغط على الانسجه وتوسع مكان حواليها ومشيل الدعامه المرنه واقدر اركب له دعامه هيدروليك، ودي بنعملها في بعض الاحيان. دول الشريحه الصغيره اللي لازم يركب دعامه مرنه وما ينفعلوش دعامه هيدروليك. نيجي للشريحه اللي لازم يركب دعامه هيدروليك. المريض اللي عنده حجم عضو كبير ضخم ده لازم يركب دعامه هيدروليك، ولو ركبت له دعامه مرنه اكون بظلمه، ولما بيجي لي مريض كده بقول له حبيبي انسب حاجه ليك الدعامه هيدروليك، خدها ما خدهاش لازم اقول له الكلام ده بامانه شديده. ليه يا دكتور؟ لسببين مهمين. اول سبب راجع من مشكله في الدعامه المرنه اللي هي ايه؟ ان انا ما عنديش في الدعامه المرنه اكتر من قطر 13 ملي في كل الشركات وفي كل الانواع، للامانه في شركه تانية بس عامله مقاس 14 ملي في القطر. طب هل معنى كده ان اكبر عضو في العالم هو اقصى عضو للقطر للجسم الكافي عند اي راجل هو 13 ملي؟ ده مش حقيقي. احنا بنشوف احجام اعضاء قطر الجسم الكافي 15 ملي و16 ملي و18 ملي و20 ملي. الراجل ده لما ركب له انا دعامه مقاس 13 ملي انا بظلمه زي بالظبط زي المريض اللي المفروض ياخد دعامه مقاس 13 ملي وانا ركبت له مقاس 9 ملي. الاثنين هيحصل لهم نفس السيناريو اللي لسه حكيه لحضرتك. ان الراجل ده هيجي لي كمان 6 شهور او سنه يقول لي يا دكتور العضو بيلف وبيلق والعضو كش ومش قادر اعمل علاقه، وباجي اعمل علاقه العضو بيتكلم مضاعفات نفس السيناريو. ليه؟ لان انا حاطط له دعامه صغيره جوه قطر الجسم كافي، وكمان هيبقى في حاله زي ما بيقولوا فريكشن ما بين النسيج وبعضه عنيفه جدا. هو 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 للامانه خلاص ما عادش في نسيج، بس هو بيبقى العضو صغير جدا جوه، فالمريض نفسه بيقول لك العضو كش وانكمش وصغر.
طيب ده انسب حاجه ليه الدعاء الهيدروليكي. ليه يا فندم؟ لان الدعاء الهيدروليكي زي ما قلت لسعادتك في الاول بتديني unlimited circumferential expansion. يعني خلينا نشوف كده يعني التمدد غير محدود على حسب كمان القطر. قطر. فانا اقدر بالدعاء الهيدروليكي دي اوصل للقطر اللي انا عايزه. ف ده احنا هنا بيحصل انا هنا بملى الدعاء مثلا حضراتكم شايفين. بس ده نموذج طبعا يعني مش استهلك مش كمان يعني مش ومش مليان بالسائل كفايه. ده ريزرفوار. الريزرفوار ده مهم جدا. دي 3 بيسز. دي 3 بيسز. كده حصل كده. انا بس عايز اوري سعادتك ازاي ان هي ممكن توصل لقطر كبير جدا اكبر بكتير من اللي بتعمله الدعاء المرن. فلو قدرنا نقول مثلا ان ده مقاس 13 نقدر نقول ان هي دلوقتي مثلا مقاس 15 او 16. اوكي صح. طيب تخيل بقى لو العضو اكبر من كده برضو هيحصل نوع من بس ده تدريجيا. لو المريض قطر العضو عنده كده هو من اول يوم هيبقى كده. هو هيملاها لغايه ما يوصل للقطر ده. انا ما عنديش القطر ده في الدعامه المرن. فانا هظلم المريض اللي محتاج القطر الكبير ده لو ركبت له دعامه المقاس الصغير ده. فدي مشكله كبيره في الدعامه المرن. انا ما عنديش اقطار كبيره. لو طلبت منك ان تحاكم ايا كان مين اللي هيستحق الحكم عليه ويرتدي هذا المحكوم عليه بدله زرقاء. بدله زرقاء يعني معناها انه يتحكم عليه حكم قاسي. من يرتدي البدلة الزرقاء؟ وطبعا في كلبشات وليلة يعني. الحقيقة انا بقول ان اللي يرتدي البدلة الزرقاء دي اي طبيب بيخالف ضميره بيقول للمريض كلام مش حقيقي لمصلحته الشخصية. بيقول للمريض كلام غير علمي غير صادق سواء عن جهل منه انه مش متابع الجديد في الطب او عن عمد عشان لمصلحته الشخصية. لان الطب ما ينفعش فيه كده. الطب كلنا ماشيين بحاجه اسمها evidence based medicine، الطب المبني على الدليل. فما ينفعش ان انا الف في الطب، ما ينفعش اقول كلام من وجهه نظري. والمريض اللي جاي لي مش جاي عشان يسمع وجهات نظري، المريض جاي عشان يسمع الطب بيقول ايه بالظبط. فندم زي ما اكون انا رايح لمحامي بحكي له مشكلتي مع جاري حصل كذا، انا مش منتظر منه انه يقول لي يا عم جارك ده راجل طيب وخلاص الكلام ده يقوله لي واحنا قاعدين على القهوه. انا رايح اعرف وضع القانوني ايه، هل انا عندي حق قانوني ولا لا. فالمريض رايح للطبيب مش عشان يسمع خيالاته ووجهات نظره واحلامه وافكاره، لا هو رايح يعرف انا توصيف الطب ايه وايه الحاجه اللي عملها. فاللي يلبس بدله زرقاء هو اي طبيب بيخالف ضميره وبيقول كلام غير دقيق. طيب ده لبسته البدله الزرقاء، مين يلبس البدله الحمراء؟ البدله الحمراء اعلم حاجه عنيفه. الحقيقه ما احبش حد يلبس البدله الحمراء بصراحه خالص. هو انا في رايي اللي يجري النوعيه دي من الجراحات وهو غير مدرب عليها ودي مشكله كبيره. دي مشكله كبيره جدا لانه الحقيقه هو هنا بيضر المريض وضرر بالغ. ضرر بالغ. ودي الحقيقه بقينا بنشوفها كتير وبقيت بندهش. يعني احنا عندنا اكاديميه دار الذكوره للتدريب فبيجي لنا اطباء من دول عربيه عشان يتمرنوا. فبندهش ان الطبيب جاي مجرد ما حضر معايا مرتين ثلاثه لسته العمليات وابتدى كده يتعرف عن دعامه كده بكتشف انه رجع بلده وبيعلن ان انا بركب الدعامه. طب يا صديقي العمليه دي الليرن كيرف بتاعها محتاج وقت طويل. لان الفكره دكتور ايمن وحضرتك عارف ان الكلام ده في الجراحه مش الفكره ان انا اعمل عمليه، الفكره هاو تو ديل ويز كومبليكيشن، ازاي اتعامل مع مشاكل. اي دكتور شاف العمليه مره واثنين هيتصور انه يقدر يعملها. لكن العمليه دي انت بتشتغل في مكان حساس والعضو ذكي ما فيهوش هزار. فهنا انا بخاطب الدكتور ما تستعجلش في اجراء العمليه، لازم تتعلم كويس خالص، لازم تشتغل حالات كتير مع كتير من الدكاتره وشوف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وبيعمل ايه. وقبل ما تمد ايدك في العيان بتاعك تكون حريص جدا. وبرضه بناشد المرضى ان انت في النوع ده من الجراحات اختار الطبيب المتمرس. ان العمليات الجراحيه زي كل حاجه، زي الرياضه زي السواقه، لو ما مارستهاش بانتظام هتفقد مهارتك فيها. ففي فرق ما بين دكتور بيعمل العمليه دي مره في السنه او مره في الشهر وما بين دكتور بيعمل 3 4 5 حالات كل يوم. فهو هنا ده بينعكس على مهارته الشخصيه، مهاره التيم اللي معاه، قدرته على التعامل مع المشاكل، حاجات كتير جدا. ففي الجراحه اختار المكان الصح اللي انت تعمل فيه العمليه. والا ابعت لنا عنوانك ونبعت لك البدله الحمراء هوم ديليفري عادي يعني، مش ولا ابعت لك الكلبشات هتبقى حلوه قوي. الحقيقه اسعدتني سعاده غامره ويبقى الحوار مهم للغايه في عالم مثير جدا هو عالم الضعف الجنسي. هذا عالم مهم ودايما اقول ان الضعف الجنسي اشبه بميدان يعقبه طرق وبعديه طرق.
الطرق اللي قبليه اكيد تدهور في الحاله الصحيه لعديد من الامراض، وربما هناك علامات استفهام كبيره جدا حول الكثير جدا من المؤثرات. ليس السكر والضغط فقط وحسب هم المسؤولين والمتهمين، هناك متهمين اخرين يؤثروا على القدره الجنسيه، المخدرات، الادويه، التلوث الغذائي، التلوث البيئي، الحقول الكهرومغناطيسيه اللي بيعيشها الاجيال الحديثه بشكل مبالغ فيه جدا، ما بين ايباد وموبايلات وشاشات عملاقه وكهور حقول كهرومغناطيسيه مؤثره على المخ ومؤثره على الناقلات العصبيه ومؤثره على الاعصاب بشكل كبير جدا. المخدرات الموجوده مش بس المخدرات بشكلها المتعارف عليه، لان بتكلم فقط على الحشيش ولا الهيروين ولا الكوكايين، دي المخدرات المشهوره، لكن في كمان مخدرات تانية موجوده في اغرب مكان ممكن تتطوروا فيه، في محلات الاكل، مخدرات مخيفه جدا، اكلات الفاست فود، هذه الاكلات المليئه بالدهون اللي بتوصل شرايينك للتسلق في النهايه ومشاكل لا رجعه منها. كل ده ممكن يخلينا ندخل لميدان اسمه ميدان الضعف الجنسي. بعديه طرق، في طريق الندامه وطريق السلامه وطريق اللي يروح ما يرجعش. طريق الندامه انا مطنش عندي خلاص، اكبر دماغي، الا انا كويس، وانا قلب الامور الى اتجاهات وافكار غريبه جدا، من ضمنها ان انت تحاول تكون دون جوان، زير نساء بلا ادنى اساس لهذا الامر، انت بتحاول تداري على الكارثه بكارثه اخرى. طريق اللي يروح ما يرجعش بقى امشي بقى في المخدرات وامشي في خلاص انا اخلي مزاجي ومتعتي في اشياء بعيده عن المتعه اللي ربنا خلقها. وطريق السلامه وطريق الطب. طريق الطب ان انا ادور على الاساليب العلاجيه، قد تكون دواء، قد يكون غير دواء، قد يكون جراحه، ولكن في النهايه هتصل الى طريق السلامه. ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم امراض الذكوره وجراحتها، الاستاذ الدكتور اسامه غطاس، استشاري امراض الذكوره وجراحات العضو الذكري، المدرب الدولي المعتمد لدعامات العضو الذكري، المدير الاكلينيكي لمجموعه مراكز دار الذكوره. نورت الدكتور واسعدتني سعاده غامره بتفصيل رائع جدا وبنقل رائع، لكن لسه الحوار مستمر، والحلقات القادمه سيكون فيها مفاجآت ويكون فيها تفاصيل عديده جدا. نتكلم على انواع الخيوط، لانه في خيوط مهمه جدا في عالم الجراحه، هنتكلم على كيف ندخل الى هذا الجسم الكهفي، هنتكلم على تفاصيل اخرى في الجراحه تقبع خارج نطاق الرؤيه لانها موجوده في الركن البعيد الهادي من الترابيزه، ما اتكلمناش عنها وما اظهرناش، هنكرر الشرح التفصيلي للمريض اللي بيستخدم سواء الدعامه الهيدروكيه او المرنه او الدعامه الانفلاتابل واجزائها وقيمه كل جزء منها بالتفصيل. نورتني واسعدتنا في الدكتور. شكرا دكتور. نورت شكرا الدكتور. شكرا. خليكم دايما مع الدكتور.